والدليل على هذا هو البصمات ديالهم اللي وجدناهم في البيت اللي كيقتلوا فيه هاد جوج. دخل شاعل من الزنقه، قلت ليه مالك شاعل؟ قال لي طفيني غادي يجينا الدوالي. طفيتو، قال لي حقا مالي ما بقيت كنبان، عاودي شعليني داغي. قلت ليه وهدي طلعت تاكل الكرموس، عقبت ركبت ليه البريز. بعد شويه قال لي حبستو الكميه، قال لي هاري الطفايه. قلت لي راه حداك، قال لي وتي هاري الطفايه. قلت لي وتي راه حداك، هزها شير عليا بيها وانا نغيب. وانا مغيبه بكتي قلب لي في جيوبي، كانت عندي 76 ريال. قلت لي راه باغاها، قال لي انت مغيبه نعسي وسكتي. قلت لي هانا، قال لي خاصني الفلوس. قلت لي ياك انا عم غيبه، قال لي خاصني الفلوس. قلت لي ياك انا عم غيبه، هزني تربي الطفاية. ايوا الدم ولا ما انا امانتو، مكتاب الله ما عاد الواحد ما يدير. الله يرحمني مسكينه، الله يرحمني مسكينه موالينا برحمه الله. حزتها قلت ليها هاري الطفاية، قلت لي راه حداك. قلت ليها هاري الطفاية، قلت لي راه حداك. قلت ليها وتي هاري الطفاية احسن لك، هاري الطفاية. قلت لي راه حداك. طيب دابا انا نعاود التمثيل ديال الجريمة. تفضل تفضل. اجي سي يسري، غادي يمثل الزوجة ديالك. ايه انت غادي تقول لنا شنو وقع في هذاك النهار ديال الجريمة، شنو المشكل كيفاش بدا بينك وبين الزوجة ديالك؟ دابا انا الشيف كنت مريح هنايا. ايه كنكيب كارو. ايه وراه خاصني كارو. عطي كارو، عطي كارو، عطي كارو، خد كارو. ايه ساكا ياك؟ ساكا. شعليه شعليه شعلو. عطي شعل. زيد. اشنو وقع من بعد؟ هو قالت لي راه طفايا. واش قالت لك هي؟ قالت لي راه حداك. قول لي راه حداك. راه حداك. اش قلت لها انت؟ عاوتاني قلت لها راه طفايا. قول لي راه قلت لك راه حداك. راه حداك. اش قلت لها انت؟ عاوتاني قلت لها انت راه طفايا. اش قالت هي؟ قالت لي عاوتاني قلت لها راه حداك. قلت لك راه حداك؟ قول لي راه حداك. راه حداك. ايه. اشنو وقع في الاخر؟ دابا في الاخر حطينا اشنو هزيت الطفايا؟ كنبغي نكمل. ايه. في الاخر. راه باقي ما تزادش اللي بوليا ما كايناش الطفايا. كنحملش اللي بوليا ما كايناش الطفايا. فعلا إن التدخين ضار بالصحة.